تخيل محمد شريف الهداف التاريخي للنادي الاهلي في مباراه القمه، رقم كبير وضخم جدا. طيب لو هناك، يعني بص انا عايز اقول حاجه، اداره النادي الاهلي لها جزء كبير جدا من النجاحات اللي عملها النادي الاهلي هذا الموسم. لاعبي النادي الاهلي لهم جزء كبير جدا من النجاحات اللي عملها النادي الاهلي هذا الموسم. لكن في رايي، رايي انا، كل واحد ليه رايه، الجهاز الفني للنادي الاهلي هذا الموسم صاحب الدور الاكبر لاسباب كثيره وكثيره. فريق ما كانش في افضل احواله الموسم الماضي يتحول 360 درجه هذا الموسم ويقدم اداء رائع جدا في كل البطولات وكل المباريات. فريق يتعرض لضربه قويه جدا قدام صن داونز، ممكن تخلص عليك فنيا، تخلص على افكارك، تخلص على الشغل اللي انت بتعمله، لا يبقى الفريق احسن واحسن واحسن. وزي ما كنت بقول لرامي ربيعه من شويه، ياكل الاخضر واليابس بعد كده. فريق او جهاز فني طور اللاعبين فرديا بشكل رائع جدا، لا حسين الشحات هو حسين الشحات، ولا محمد هاني هو محمد هاني، ولا كريم فؤاد هو كريم فؤاد، ولا حمدي فتحي هو حمدي فتحي، ولا كهربا اللي جاي من غياب 7 شهور هو كهربا. كل ده شغل وتأثير كبير من الجهاز الفني. واحد من الأعضاء بقى المؤثرين جدا في هذا الجهاز الفني، مش بس الجهاز الفني ده، الجهاز الفني اللي قبله واللي قبله، واحد من أهم الأشخاص المهمة، مش عايز أقول جندي مجهول عشان هو مش جندي مجهول، هو جندي معلوم جدا ودوره مؤثر جدا وواضح لكل الناس، الكابتن الكبير كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي. يا كابتن سامي منور الدنيا. الله يخليك كريم، ومتشكر طبعا على كلامك دوت. وأولا حابب أبارك طبعا لجمهور النادي الأهلي على البطولة وعلى مكسب النهاردة، وزي ما عودناهم قبل كده إن إحنا إن شاء الله السنة دي تكون إن شاء الله كلها بطولات هنقدر من فيها إن إحنا نعوضهم عن السنة اللي فاتت والإخفاق بتاع السنة اللي فاتت. أعتقد الحمد لله اللعيبة النهاردة كانوا على قد المسؤولية ديت، وقدروا إن هم يهدوا جمهورهم. بطولة غالية اللي أنت تكسب النادي كبير زي نادي الزمالك، وبطولة الدوري العام اللي هي بقى لها سنتين غايبة عننا، فكل الشكر ليهم طبعا يعني. طب كابتن سامي، أنا في حاجة سؤال شاغلني من وأنا بتفرج على المباراة، هو انتوا عايزين ايه؟ يعني انا افهم ان انت خدت 5 بطولات، عملت كل الانجازات، ضربت كل الارقام القياسيه، نازل النهارده بهذا الحماس وهذه الاراده والرغبه في التسجيل وتعمل رقم، يعني انت بتسجل 4 اهداف النهارده في نادي الزمالك، ده رقم ما اتعملش غير مع الداخليه والقطن الكاميروني هذا الموسم. ليه؟ يعني الطبيعي يعني ريال مدريد لو خلص الدوري من بدري، مانشستر سيتي لو خلص الدوري من بدري ونزل اي مباراه مش هيلعب مباراه كبيره. ايه العقليه دي؟ انا نفسي اوصل لها يعني. بص الحمد لله، يعني دي طبعا مرتبطه طبعا بثقافه النادي وجمهوره وادارته والمدير الفني نفسه. يعني الراجل النهارده اتكلم ان دي بطوله في حد ذاتها، انت بتلاعب فرقه زي الزمالك، مهم جدا ان انت تعمل تاريخ، مهم جدا ان جمهورك بيهتم بالمباراه دي، لازم تحقق له مكسب كويس، تحقق له اللي انت ما فيش حد يقدر يضيع فرحتك. لازم تحقق الموسم بلا هزيمه، ودي برضو من الاهداف اللي احنا كنا بنسعى لها والراجل بيسعى لها. فاعتقد ان شخصيه الراجل مناسبه جدا للنادي الاهلي، وقدر يوصل مع اللعيبه طبعا، شخصيه اللعيبه طبعا نفسها، يعني ان هم عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي وشركه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله الامور دي كلها يعني اتظبطت في شكل واحد يعني، وقدرت الحمد لله ان احنا نوصل بالعقليه ديت ان احنا عاوزين ناخد كل البطولات، عاوزين نحقق كل مكسب كل الماتشات. اللعيبه نفس القصه بالنسبه لهم. واعتقد الحمد لله يعني، الحمد لله يعني ده طموحنا متناسب مع طموح مجلس ادارتنا ومع جمهورنا مع شخصيه الراجل اللي حابب طبعا اشكره. طبعا انت يعني راجل طبعا عمل طفره كبيره جدا في الفرقه، مش هو بس، هو وجهازه يعني طبعا، هاري وتيتي وياسين ومشيل وخالد، وطبعا معانا كابتن سيد والجهاز الطبي والجهاز الاداري والعمال والدكتور ايهاب تغذيه والدكتور احمد ابو الوفا المعد النفسي. فاعتقد الحمد لله عوامل كثيره جدا هي اللي بسبب النجاح. النجاح عمره ما بينصب لشخص واحد طبعا، بالعكس يعني احنا منظومه النادي الاهلي كلها على راسها طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا، يعني طبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، بالنسبه لجمهورنا حاجه كبيره جدا. راجل بيشتغل وحقق بطولات، والرد دايما بيبقى موجود في الملعب ورد من خلال البطولات. اعتقد الحمد لله يعني مبسوط جدا ان احنا قدرنا نسعد جمهور النادي الاهلي. عندنا تحديات بقى لسه جايه جديده كبيره بالنسبه لنا، ان شاء الله كاس مصر وعندنا السوبر افريقي. فاعتقد الحمد لله البطولات اللي جايه ان شاء الله نركز فيها اكتر، وتكون برضو دافع لينا ان احنا نسعد جمهورنا اكتر واكتر ان شاء الله. كابتن سامي، فنان النهارده في الشوط الاول
كان في ملاحظه واضحه جدا انه كان في قراءه جيده جدا لشكل واسلوب نادي الزمالك، وشفنا كرات طوليه وكرات في العمق كثيره جدا من النادي الاهلي، واضح ان يعني وضحت ان هي تعليمات، واضح ان هي مكرره اكتر من مره. هل ده كان قراءه قبل المباراه ولا قراءه اثناء المباراه؟ هل تفاجاتوا بشكل الزمالك التكتيكي النهارده واللي كان فيه فراغات كثيره في النواحي الدفاعيه، ولا ده اللي انتوا كنتوا عاملين حسابه من قبل المباراه؟ بص يعني احنا طبعا اتفاجئنا بالتشكيل، يعني طبعا التشكيل طبعا فيه يعني مخاطره كبيره جدا او مغامره كبيره جدا هجوميه. انت بتلعب يكاد تكون بتلعب بغير ديفندرات، يعني ديفندرات مش موجوده النهارده، بتلعب بكل الناس اللي عندها نواحي هجوميه، شيكابالا وزيزو وفتوح ونيمار وابراهيم رضاي والجزيري. اعتقد يعني كان مهم جدا ان انت تقف كويس نص الملعب عشان تقدر لان الناس دي بره الكوره على طول، اول ما تسال الكوره بيبقى طبعا ما فيش وجبات دفاعيه. تصور ممكن الراجل يكون اخطا فيه او تصور، ودي كوره يعني طبيعي، يعني ما بقولش كده عشان احنا كسبنا، يعني كان ممكن يحصل غير كده يعني. لكن اللي انا بقوله واللي انا حسيته واللي انا اقدر اقوله لك يعني ان ده تفكير فردي، اعتقد يعني اعتقد الله اعلم يعني برضه انا مش يعني مش عاوز يعني اظلم، بس اعتقد ان ده تفكير فردي من الراجل، يعني ان اعتقد لو الجهاز اللي معاه اعتقد انه هيبقوا يساعدوه في حته ان انت بتلاعب فرقه عندها خبرات وعندها لعيبه مهاريه وعندها تحولات كويسه تقدر اللي تحسم المباراه في اي وقت. فاعتقد الشوط الثاني كان الراجل استجاب، متهيألي يعني ده دي وجهه نظري يعني. ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس اعتقد الحمد لله ان احنا استفدنا من الشكل التكتيك بتاعهم في الشوط الاولاني، قدرنا نسجل الحمد لله اهداف مميزه جدا، كنا ممكن نزيد كره قفشه وكره كهرباء فاعتقد الحمد لله. كابتن سامي، بالمناسبه كنت لسه بقول للكابتن رامي ربيعه ان جمهور النادي الاهلي كاتب حتى على السوشيال ميديا ليه النتيجه ما كانتش اكتر من كده، ليه تكتفوا باربع اهداف كان ممكن النتيجه تبقى اكتر من كده. هل انتوا كجهاز فني قلتوا للاعبين كان المفروض نسجل اكتر، كان المفروض يبقى في نجاعه اكتر من كده تهديفيا بين شوطي المباراه، ولا كان بالنسبه لكم النتيجه مرضيه في الشوط الاول؟ لا طبعا، لا طبعا طبعا، الراجل اتكلم في كده، الراجل اتكلم ان انت بتلعب فرقه كبيره وارد جدا ترجع في اي لحظه، وده كان ممكن يحصل يعني. فمهم جدا ان احنا نحافظ على الثلاث اهداف بتوعنا، لكن نفكر ان احنا نسجل برده كمان، لان كل ما بتسجل هتريحك اكتر، فرصه ان انت تعمل سكور كويس في يوم كويس بالنسبه لك وتبقى ختام كويس. فهو ده اللي الراجل فكر فيه. حتى يعني بص معظم تغييراتنا الحمد لله النهارده انت بتنزل كريستو وبتنزل طاهر وبتنزل محمد شريف وبتنزل كوكا في نص الملعب، فاعتقد الحمد لله يعني التغييرات كلها يعني تدل اللي احنا عاوزين نكسب وعاوزين نجيب جول. النهارده فريق بيسجل هدف صعب جدا، وزي ما انت قلت والناس كلها كان بعد فتره انتقالات كبيره ليه، هو صح النهارده بيبقى الهداف، اعتقد من الهدافين التاريخيين هو الهداف التاريخي لمباراه القمه بالنسبه للنادي. فهو ده اللي انا اللي يعني رجاء يعني مني طبعا لجمهور النادي الاهلي، ان دايما لعيبتك دي لازم تديها ثقه، خصوصا في الاوقات اللي هي الصعبه اللي ومش موفقين فيها، ده دورك اللي انت توقفهم على رجلهم تاني، لان شريف هداف كبير ولاعب عنده خبرات كبيره وبيقدر يسجل انصاف الفرص زي ما بيقولوا. مع كهربا طبعا النهارده حاول يتحرك كتير جدا وساعدنا كتير جدا من الناحيه الهجوميه، وكان يعني لولا سوء التوفيق كان ممكن يسجل هدفين سهلين جدا يعني، لكن بشكره طبعا على الجهد دوت. بس كل اللعيبه النهارده قفشه عمل مجهود كبير جدا، وكان اعتقد ادى اداء مميز، هو وديانج وهاني ومعلول طبعا ومنعي وياسر ورامي ربيعه والشناوي وفخري وكوكا وكل الناس اللي شاركت النهارده، اعتقد الحمد لله ادوا اداء مميز جدا مع بيرس طبعا. فاعتقد الحمد لله النهارده كان يوم حلو بالنسبه لنا ويوم حلو لجمهورنا، ان شاء الله مزيد من البطولات ومزيد من كابتن سامي انا عايز طبعا. انا عايز اسالك اخر سؤال عشان ما اطولش عليك، انا عارف المجهود كبير في الموضوع النهارده، بس عدد كبير من اللاعبين، وانا كنت بقول الكلام ده حالا دلوقتي، عدد كبير من اللاعبين هي اسماء كبيره في الاصل زي حسين الشحات زي بيرستاو زي محمد هاني زي كهربا زي حمدي فتحي، مستوى مغاير تماما هذا الموسم عن المواسم السابقه، مش بقول انه من الشرق للغرب ولكن تحسن واضح في المستوى. ايه اللي فرق؟ ايه اللي فرق هذا الموسم؟ هل امور بدنيه؟ هل امور تكتيكيه؟ ولا ايه اللي فرق؟ بص انا يمكن اتكلمت في النقطه دي قبل كده يعني، وقلت ان قرار السنه اللي فاتت ان القرار اللي خده مجلس اداره ولجنه التخطيط في رحله اللعيبه بعد موسم صعب بالنسبه لنا، اعتقد فرق معانا جدا يعني. اول مره من حوالي من اول ما جيت النادي يعني من حوالي 5 سنين او 4 سنين اللعيبه تاخد راحه مناسبه، تقدر تعمل فتره اعداد مناسبه جدا. النهارده برضو مع الراجل توجيهات الراجل وفكر الراجل والمنافسه اللي بيعملها من خلال الروتيشن ومن خلال يبقى في منافسه في كذا مركز، اعتقد الحمد لله بيطلع احسن حاجه من كل اللعيبه، وده الحمد لله
اللي الراجل اشتغل عليه هو وجهاز، الصراحه بيعملوا مجهود كبار جدا يعني، سواء على المستوى البدني او المستوى الفني او المستوى النفسي. فاعتقد الحمد لله دي الامور ساعدت يعني. لكن صحيح. خلينا نتفق ان لعيبه الاهلي دايما لعيبه مميزه يعني. خلينا نتفق ان حسين الشحات جه النادي الاهلي وعمل بطولات كبيره جدا قبل السنه دي يعني، طبعا ساعدنا كتير جدا في بطولات افريقيا وفي الدوري وفي الكاس وفي السوبر. بيرسي ارقامه طبعا عمل موسم مميز جدا، لكن بيرسي السنه اللي فاتت لولا الاصابات كان ممكن يكون في معدل نفس النجاحات بتاع السنه اللي فاتت، لكن برضه دي تحسب للعامل البدني وازاي بيحافظ عليه وازاي يبقى عنده استمراريه في الاداء. اعتقد الحمد لله برضه النهارده منى عندي بيقدم موسم كبير جدا بالنسبه له، مع الشناوي مع ياسر مع رامي مع متولي مع السوليه طبعا وحمدي قبل كده وكل الناس اللي بتشارك، طاهر وهاني كل اللاعبين طبعا يعني كل اللاعبين، مش عاوز انسى حد طبعا يعني. النجاح مش مرتبط ب 11 لعيب بيلعبوا بس، بالعكس طيب. مرتبط بمنافسه بين اللعيبه، مرتبط بجهاز فني يشتغل على كل التفاصيل اللي موجوده يعني. طب كابتن سامي، قلت لي انه كان في لعيبه او القرار العظيم اللي اتخذ السنه اللي فاتت باراحه بعض كثير من اللاعبين اثر على مستوى ايجابيا هذا الموسم، هل هيبقى في اراحه لبعض اللاعبين الاساسيين بعد مباراه الزمالك النهارده؟ هو ده الراجل اللي يعني هو كان دايما الراجل بيتكلم فيها يعني، ان ده طبيعي يعني ان شاء الله، بس احنا عاوزين نحسم الاول وعاوزين نكسب المباراه النهارده، وبعد كده نقدر نفكر بقى ازاي، لان احنا عندنا برده مباراتين مهمين جدا في الكاس وبطوله بالنسبه لنا مهمه جدا يعني. فيبدا من خلال برده يدي راحه للعيبه كويس لحد ما ننهي الموسم، وبعد كده ناخد راحه مناسبه لينا ان شاء الله، ونبدا ان شاء الله الموسم ان شاء الله الجديد ان شاء الله. كل لعيبه خدت ان شاء الله راحه مناسبه ليهم يعني، يقدروا بقى ان شاء الله يشحنوا زي ما بيقولوا يعني، ويرجعوا ان شاء الله افضل وافضل ان شاء الله. كابتن سامي انا بتمنى لك من كل قلبي كل التوفيق الفتره اللي جايه، بهنيك طبعا وبهني كل الجهاز الفني للنادي الاهلي وكل اللاعبين واداره النادي بالتاكيد على هذه الانتصارات العظيمه هذا الموسم، بطولات بالجمله للنادي الاهلي، واليوم فوز كبير على الغريم التقليدي نادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا.